الدكتور محمد العقاد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بهيئة الرعاية الصحية. برحب بيك يا دكتور، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك وبرنامجك الجميل وجميع السادة المشاهدين لحضرتك استاذ جابر. ده انا بشكر حضرتك الاول، وبشكر كل زملائك، وبشكر كل العاملين في هيئة الرعاية الصحية على ما تم وما سيتم بإذن الله، وربنا معاكم. تشرف لينا اولا، وحضرتك احنا بنعتبر دايما حضرتك واستاذ يوسف الحسيني وجميع السادة الزملاء انتوا شركاء نجاح، واحنا عمرنا ما هننجح بدون تكاتف كل الايدي. حضرتك عارف ان ده حلم فخامة الرئيس وحلم القيادة السياسية جدا، والحلم جداً. لما بينزل من فوق للناس اللي بتشتغل على الارض تمام، بتبقى محتاجة دعم وتشجيع. حضرتك استاذنا في الحاجات دي، وعارف ان من غير ما يبقى في شركاء نجاح وناس تمام فعلا بتبرز، يعني حضرتك قلت في المقدمة الجميلة الرائعة اللي قلتها دلوقتي، حضرتك قلت كلام جميل جدا. احنا لغاية دلوقتي ما وصلناش القاهرة والجيزة، بعض اصحابنا بيقولوا لنا هو انتوا بتشتغلوا بجد ولا انتوا بتهزروا؟ لما بيشوفوا بقى برنامج زي بتاع حضرتك، يا سلام، برنامج زي بقية الزملاء، ويشوفوا بقى لما بتنزلوا الارض بجد. انا صح، بس كلمة حضرتك لما قلت وانت في زيارة الاسماعيلية، قلت انا هسأل المنتفعين والمرضى من غير ما حد يتدخل معايا. صح، انا هسأل وهمشي وهشوف، صح، ما حدش يجي معايا. صح، واستاذ يوسف الحسيني عمل كده. ما انت عندك اداره اسمها رضا المنتفعين، مش كده؟ يعني يعني المريض من حقه يشتكي او يبدي راي في الرعايه المقدمه ليه. مش بتكلم عن الرعايه الطبيه، عن الرعايه الخدميه اللي مقدمه، يعني في هذا الاطار. يعني من اول فرد الامن يا استاذ جابر ممكن من حقه يبدا يتكلم معانا وينتقد ويشتكي ويتكلم كل حاجه، من اول فرد الامن اللي على البوابه لغايه مدير المنشاه الطبيه يقول رايه، ولو حابب يناقش الخطه العلاجيه اللي موضوعه ممتازه ممتاز، لو اقارب المريض حابين يعرفوا ليه خدنا الطريق الجراحي، ليه خدنا الطريق الدوائي، طب ليه العلاج التحفظي. احنا وصلنا لمرحله دلوقتي ان هو ممكن يتكلم معانا بكل الطرق، يشتكي لو عايز يشتكي. يعني اي بقى في حريه، وانتم بتتلقوا ده يا دكتور عقاد بصدر رحب. جدا جدا الحمد لله. وعايز اقول لحضرتك احنا يعني الاداره دي حضرتك عارف ان هي عمرها ما كانت موجوده في مصر، ولكن هي موجوده في بعض الدول الاوروبيه. تمام، باسامي مختلفه، رضاء المرضى، رضاء كذا، رضاء العميل. يعني احنا سميناها رضاء المنتفعين عشان تبقى ماشيه مع فكره المنظومه ان هم منتفعين من خدمه المنظومه التامين الصحي الشامل. تمام. اربع سنين بقى عملنا ايه في الاربع سنين؟ اربع سنين اربع سنين كفاح. تمام. زي ما قلت لحضرتك شركاء نجاح، ناس بتشتغل على الارض عايزه تحقق حلم من اول فخامه الرئيس والقياده السياسيه، نزولا باصغر مواطن مصري نفسه يقعد في بيته يبقى مطمن ابنه واهله. لو تعبوا في وقت من الاوقات هيروح مستشفى، هيتعمل له من الابره للصاروخ زي ما بنقول في الطب. عندنا 297 منشاه بتقدم خدمات علاجيه وطبيه جابر بيه. احنا في اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي قربنا جدا من 25 مليون خدمه طبيه وعلاجيه في منشآت هيئة الرعاية الصحية. 25 مليون. 25 مليون رقم يعني يخلينا احنا نفسنا بنبقى فرحانين وفخورين. نبقى محتاجين. ده في الاربع محافظات ولا في الستة؟ في الاربع محافظات بس، احنا لسه في الاربع محافظات. تمام. ان شاء الله كمان السويس واسوان، حضرتك عارف ان هم في التشغيل التجريبي. النبي يا دكتور اما تروح السويس خدونا معاكم. حضرتك لانه اهل السويس دول، اهل السويس دول يعني على راسنا على راسنا على راسنا على راسنا. حقيقي. والمحافظه الثانيه على فكره اسوان اللي احنا كلنا بنحب اهلها برضه. يا جمال لا الست محافظات الاولانيين دول يعني على قلوبنا زي العسل والله. دي حقيقه. والله دي حقيقة. يعني من اول بورسعيد الباسله فعلا لغايه فعلا. اسوان يعني جنوب سيناء، مرورا بجنوب سيناء والاسماعيليه طبعا، مدن القناه بقى. لا لا على عيننا وعلى راس وبقيت كل المحافظات حلوه، بس دي اليوم كده واقع حلو كده، واقع يعني عارف تعبوا المحافظات دي، تعبت في في التاريخ الماضي. انا عايز اقول لحضرتك كلمه يمكن حضرتك ما سمعتهاش في الاسماعيليه. الكلمه دي كانت في بدايه عملي في المنظومه. انا بقالي اكتر من سنتين في المنظومه. تمام. كنا في الاقصر يا جابر بيه، وكنا بنمر على الاستقبال وبنشوف يعني سير العمل وانتظام العمل والاطباء والتمريض والحاجات دي كلها. وكنا في استقبال احد المستشفيات في الاقصر، وجالي عيان. هو عرف ان انا احنا جايين من القاهره، يعني هو تمام.
مش عارف احنا مين، ولكن عارف ان احنا جايين من القاهره من رئاسه الهيئه بنشوف الدنيا. فجي قال لي كلمه والله هي اللي مشجعاني لغايه هذه اللحظه، ان احنا الواحد يشتغل طول اليوم من غير ما يبقى فيه اي كلل او تعب يعني. قال لي انا يكفي، انا كنت بشيل ابني على كتفي يا دكتور من هنا للمحطه، ومن المحطه انزل في القاهره عشان اروح ادور على مستشفى في القاهره. والله قال لي خلاص انا ما بقتش بنزل القاهره من يوم ما انتوا جيتوا. الكلمه دي لوحدها كفايه. بس ما احنا كلنا امل بقى، كلنا امل في التحديات اللي جايه دي انه تتغلبوا عليها، لان انا عارف التحديات كبيره جدا كبيره يا دكتور جداً. ابرزها ايه يعني وانت حضرتك كده بتشتغل وانت يعني برضو رئيس الاداره المركزيه للرعايه الصحيه والعلاجيه في الهيئه، التحديات اللي انتوا مش قلقانين منها بس هتاخد منك وقت، ايه هي بالظبط؟ ايوه ده سؤال جميل. العنصر البشري ايوه والعقليه البشري، هقولهم وهشرحهم عشان الناس. اتفضل يا فندم. انا متاكد ان حضرتك وصلت لك الرساله. لا وصلت بس العنصر البشري حضرتك عارف احنا لغايه وقت قريب جدا كان الاطباء كلهم بيخرجوا على بره. وكل الناس الشاطره واللي بتحصل على ماجستير وزماله ودكتوراه وكل الشهادات الطبيه المحترمه كانت بتسافر بره، ما يعني مش لاقيه المكان اللي تبرز فيه شغلها، مش لاقيه الامكانيات اللي في المنشات الطبيه والعلاجيه عشان تشتغل وتتدرب وتتعلم. احنا مسكنا التحدي ده واشتغلنا عليه وبنشتغل عليه وهنفضل نشتغل عليه، لان هو تحدي فعلا زي ما حضرتك قلت، هو زي ما بيقولوا السهل الممتنع. احنا قدرنا في فتره بسيطه نبدا نعمل ريتنشن عندنا في العنصر البشري ده، ان انت تحافظ عليه يعني تحوط عليه كده، تديله بيئه عمل مناسبه، تجيب له كل الاكويبمنتس والتجهيزات الحديثه اللي هي تواكب العصر عشان يقدر يشتغل، ما يبقاش هو قاعد بيتعلم ويدرس شهاده اجنبيه ويجي اقول له ده انت عندك جهاز من 1990. اقول لي لا سلام عليكم، انا مسافر بره من غير ما نسمي دول. بقى انا مسافر بره اشتغل على الجهاز بتاع 2022. انت جبت بقى دكتور، احنا او كدوله جبنا الجهاز بتاع 22. طبعا انا عايز اقول لحضرتك، حضرتك نزلت الاسماعيليه وهتنزل معايا، وعدتني هتنزل معايا اسوان والسويس ان شاء الله. هتشوف احنا خدامينكم وربنا والله خدامينكم. قولوا لنا بس يعني 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 المنظومه والعمل بيها والعمل فيها والنجاح اللي وصبر الدوله على هذا التطبيق وهذه التحديات اللي حضرتك بتتفضل بيها. لا يعني منظومه رائعه، وانا متاكد انه يعني هتنجحوا نجاح باهر فيها. طب واحنا بنتكلم كده على الصفحه عندنا الاستاذ محمد يونس من بورسعيد، تمام، في ليه ملاحظه كده على بعض بيقول ان المديونيه متراكمه عليه، المديونيه سداد الاشتراك يعني. سداد الاشتراك يعني انتوا تقريبا بتاخدوا 3% حاجه كده من صح كده؟ طبعا هي الهيئه الزوجه والاولاد يعني. انا عارف ان حضرتك حافظ ما شاء الله المشروع، بس عشان برضو المشاهدين بتوع حضرتك ممتاز ممكن يكونوا يعني نسيوا احنا المنظومه عباره عن ايه. أيوة. المنظومه عباره عن 3 هيئات سريعا جدا عشان ما اخدش من وقت حضرتك. هيئه الرعايه الصحيه اللي انا بمثلها مع حضرتك النهارده وليا الشرف، تمام، دي مقدمه الخدمه والمسؤوله عن تنظيم وضبط اداء الخدمه الصحيه جوه المنشات الطبيه، تمام. الهيئه الثانيه اسمها هيئه التمويل، او احنا اسمها هيئه التامين الصحي الشامل اللي احنا بنسميها التمويل، وهو البير اللي هو بي فور ذا سيرفيس، يعني بيدفع عشان الخدمه، وده هو اللي مسؤول عن تحصيل الاشتراكات. الهيئه الثالثه هيئه الاعتماد والرقابه، وهي المنوطه. بص حضرتك بقى الحته المهمه قوي دي، ولازم الساده المشاهدين يبقوا عارفين ايوه ايه اللي اختلف في المنظومه الجديده. في هيئه جديده ليها رئيس مجلس اداره ومجلس اداره وناس شغاله فيها على يعني برضو بكل التعب اللي بنتعبه، بس ليهم جزء منفصل خالص ما لهمش دعوه بينا. بيعملوا ايه بقى؟ ينزلوا يراجعوا كل الخدمات العلاجيه والطبيه اللي بنقدمها في المنشات، ان هي متوافقه مع المعايير العالميه في تقديم الخدمه ولا لا. لو بسجل وبعتمد منشاتي حلو، لو لا شكرا المنشاه دي مش هتخش التامين الصحي الشامل. فاحنا لينا الشرف ان احنا لغايه دلوقتي الحمد لله مسجلين ومعتمدين منشاتنا الطبيه وبنقدم فيها خدمات اكوردنج للمعايير العالميه اللي هيئه الاعتماد والرقابه قالت ان انتم مطابقين ليها. تمام.
هي جهه منفصله على تمام فكره. انا فهمت يعني اللي هو هيئه الرعايه الصحيه والتمويل والرقابه، دول ثلاث جهات تحت منظومه التامين الصحي الشامل، المسمى من فوق واحد ولكن كل واحد كل عارف مين رئيس هيئه او مجلس اداره منفصل تماما. يعني اقول للاستاذ محمد يونس وهو سامعنا دلوقتي عشان بنحترم برضه وجهه نظره حاجة. انه دي يسال فيها التمويل. لا وهقول لحضرتك حاجه كمان، لا ده لسه، ده انا هقول لحضرتك حاجه جميله عشان استاذ محمد وغيره. يا سلام يا سلام. عدم سداد الاشتراك، والله انا بحلف والله قدام حضرتك والمشاهدين على الهواء، لا يعيق تقديم اي خدمه طارئه جوه المستشفى. يعني لو استاذ محمد دلوقتي على الهواء نزل لاقرب مكان ليه في بورسعيد في اي مستشفى بحاله طارئه ان شاء الله يكون ما دفعش السنه اللي فاتت. ابعتوا له شوفوا راي الاستاذ محمد ايه والنبي. بس استاذ محمد انت سامعنا، استاذ محمد يونس من بورسعيد، والدكتور العقاد بيتكلم دلوقتي بيقول لحضرتك حتى انت لو ما دفعتش الاشتراك وفي اي طارئ عندك انزل خد الخدمه الطبيه بتاعتك كما ينبغي ان تكون بغض النظر عن دفع الاشتراك. الاشتراك ده شيء تاني، شيء تاني على... يروح لا يروح احنا كده يخف وبعد ما يتحسن يا جابر بيه يروح بقى هيئه التمويل. الله 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 الله، يبدا يقدم مبرر مثلا ممكن الله 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 ظروف برضه او الله حاجه الله الله الله، يبدا هناك فريق التقييم بتاع الظروف المرضى والمنتفعين بتوعنا ممكن يقيموا ويحولوا لمرضى حضرتك عارف الامراض المزمنه. أيوة. ما بيدفعش حتى بيعفى من الاشتراك، احنا عندنا كل التيسيرات، اصل دول في الاخر اخواتنا واهلنا. طب الناس في مثلا ممكن حد في اسماعيليه يقول لا الخدمه فيها مشاكل، في بورسعيد يقول الخدمه فيها مشاكل، في كذا يقول الخدمه فيها مشاكل، المشاكل اللي البعض ساعات يشتكي. لو أيوة. لو سالتني انا اهو وانا على يعني الحمد لله على راسي وبتشرف ان انا على راس المنظومه العلاجيه في هيئه الرعايه الصحيه ودي حاجه تشرفني. أيوة. انا هقول لحضرتك ان عندي مشاكل، انا لو كذبت على حضرتك دلوقتي بعمري ما هواجه مشاكلي. يا عم انتوا كده واخدين الموضوع واخدين الموضوع مكشفه وصراحه من البدايه، فده يعني بيعزز النجاح وبيدي مصداقيه. ده عجبني والله بيدي مصداقيه لا لا بيعزز النجاح. حضرتك شوف الوقت المتاح واحنا من العندي قبل العندي يعني معاكوا خطوه بخطوه. ده يشرفنا معاكوا خطوه بخطوه، لان حضرتك اولا الناس كلها بتحبك والناس بتثق في مصداقيتك على فكره. يعني من قبل الواحد ما يخش المنظومه كان لما بيتفرج على حضرتك بيبقى عارف ان في مصداقيه هتطلع من هذا. تسلم لي يا فندم، تسلم لي. دي حقيقه لازم كلنا نقر بيها. فحضرتك لا. لما نزلت في الاسماعيليه على فكره انا كنت من الناس المبسوطه جدا جدا، لان انا عارف ان الناس لما هتشوف حضرتك وانت بتسال بجد، حضرتك مش يعني مش محدش بيشكك ابدا في جابر القرموطي، معروفه الراجل ده بيطلع مصداقيه وبيطلع حاجات عشان خاطر في الاخر الانسان. انا عارف ان حضرتك بيهمك المواطن المصري، تسلم. حتى لو هتيجي على حساب حاجه تانية جوه حاجه حكوميه، لا بالعكس. عشان كده بقول لحضرتك احنا انتهجنا، ودكتور احمد السبكي معلمنا صحيح. من اول يوم دخلنا صحيح. فيه صحيح. انتهجنا نهج ان احنا هنواجه مشاكلنا بنفسنا، واحنا معاكم. انتهجنا نهج الصراحه، واحنا معاكم يا فندم، احنا معاكم. انا دلوقتي في ملايين بتشوفني ومش مكسوف ان اقول لحضرتك طبعا عندي مشاكل. انا منظومه وليده، التشغيل التجريبي كان من 4 سنين، التشغيل الفعلي من 3 سنين. ده انا بيبي صغير بس عندي مشاكل وهصلحها وهفضل وراها لغايه ما اصلحها. تمام. احنا المبادرات الرئاسيه شغاله في الاطار ده، واعتقد سياده الرئيس في الـ في الـ في الحاجات اللي زي دي بيتابع بنفسه ان لم يكن في يمكن طول الاسبوع او طول ما في قضايا خاصة بالصحة وطول ما في اجتماعات بتحصل مع سيادة الرئيس، أعتقد أنه هذا الأمر منوط بيه أنه هو يناقشه مع حضراتكم جدا. والحقيقة أنا يعني معلش ممكن الناس برضو تشتكي في حاجات كتير في منظومة الصحة، بس أنا اللي قدامي واللي أنا بشوفه في أرض الواقع أمر يبشر بالخير. في مصر فيها حاجات حلوة جدا في الحتة دي بإذن الله. اسمح لي أن أنا أقول من خلال حضرتك فضل. في بارقة أمل يعني لمواطنين مصر ومشاهدي برنامج جابر بيه، في بارقة أمل اسمها منظومة التأمين الصحي الشامل. تمام. كل ما هندخل محافظة إن شاء الله إن شاء الله هنخلي زي والد الطفل اللي كان في الأقصر اللي حكيت لحضرتك عليه في الفقرة. أيوة. كل حد من حضراتكم في المحافظات اللي هنخش فيها هيبقى في بارقة أمل، لأن إحنا في جمهورية مصر ممتاز. في قطاع صحي قديم عمل اللي عليه في ظل الله ينور على حضرتك الله ينور على حضرتك، ما نقدرش ننكر. لا 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 لا، ويكفي لا. يكفي يا جابر بيه، وحضرتك عارف وحضرتك كنت شاهد على الفتره بتاعت الكوفيد
مصر واجهت الكوفيد جدا بمنشاتها جدا في كل المحافظات، جدا مش بتكلم بقى على منشاتنا احنا والتحيز جدا منظومه التامين. والحقيقه ال 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 الدكتور مساعد رئيس الجمهوريه للشؤون الصحيه دكتور عوض تاج الدين طبعا قال ان احنا عملنا ملحمه في موضوع حقيقة. كوفيد، ف والمنظمات الدوليه اشارت بهذا الامر، واحنا الاولى الاول افريقيا في المنظومه دي. انا قريت بحث عايز اقول لحضرتك عليه سريعا في دقيقتين. قريت كده، كان بحث كان مكتوب يعني من ناس اجانب ان هو هي مصر ازاي عملت كده. صحيح يعني صحيح. الناس مستغربه اصلا. صحيح. فعايز اقول لحضرتك ان احنا في جمهوريه مصر الجديده في قطاع الصحه الفتره اللي فاتت يعني عمل اللي عليه في ظل الامكانيات. الله ينور عليك، الله ينور عليك، الله ينور عليك، الله ينور عليك. اللي هو ناس في، احنا مش عايزين ايه يعني يعني زي ما تقولوا ايه يعني نضايق بكلامنا الناس اللي كانت على راس التامين الصحي اللي موجود دلوقتي واللي بيشتغل بقاله سنين وسنين، فمش عايزين نضايق الناس دي لان الناس دي قامت بدور محترم جدا، فبنسلم هذا الاطار. دكتور محمد العقاد رئيس الاداره المركزيه للرعايه الصحيه والعلاجيه بهيئه الرعايه الصحيه، انا كل باجي اتكلم على منظومه التامين الصحي الشامل والله قلبي بينشرح، حياة ربنا يعني. وليس بقى كمن من رأى كمن سمع، زي ما بيقولوا كده، انا رحت شفت وسألت وليا زملاء في الدراسة موجودين في إسماعيلية بكلمهم ان الرعاية، لا الدنيا ماشية بإذن الله وهتمشي، وان شاء الله نتابع مع بعض في هذا الاطار.